فمما سبق بيانه في خطبة سابقة حول أزمة حوادث السير بالمغرب مما فصلناه من إحصائيات مما ورد، ذكرنا أن من بين أهم أسباب ذلك ما ينتاب الإنسان من أمر العجلة واستباق الحقائق بدون أسبابها الطبيعية، وبينا أن ذلك جهلاً بقضاء الله وقدره، جهلاً بنواميس الطبيعة التي بثها الله في الأرض وفي الاجتماع البشري مما يسمى بالسنن في كتاب الله، وهو أيضاً خرق للأدب الذي ينبغي أن يتعامل به العبد مع ربه فيما يتعلق بالإيمان بهذا المعنى القدري. وذلك أن الذي يقع للإنسان المؤمن حين غفلته أنه ينفصم في ذهنه ووجدانه ذلك الرباط الوثيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. يعني الإنسان الشيء اللي كينساه في الحياة ديال العملية، سواء وهو يسوق سيارته أو يدبر أمر معاشه أو هو في تجارته، كلما حدثت غفلة منه من الأسباب الرئيسية ذكرت مما هو مرتبط بما بيناه الخطبة السابقة، أنه كينسى أن هذا عالم الشهادة، عالم الطبيعة، سواء الطبيعة المادية التي تحيط بنا أو الطبيعة الاجتماعية اللي هي العمران البشري والمجتمع وحركة المجتمع الإنساني ما يسمى بالنسيج الاجتماعي، هذا عالم الشهادة. كيغفل الإنسان أن هذا عالم الشهادة راه مرتبط ارتباط عضوي وثيق بعالم الغيب، والله وحده سبحانه الذي جمع في علمه وإرادته وقدرته وهيمنته وقيوميته سبحانه جمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة ربوبية وألوهية وقيومية سبحانه وتعالى، وكل ذلك في نهاية المطاف معنى واحد وهو شهادتنا أن لا إله إلا الله. يعني هذه الشهادة التي ننطلق منها ونصدر عنها في كوننا مسلمين نغفل بعض حقائقها، ولذلك يقع للإنسان ما يقع من شرود عما ينبغي أن يلتزم به في حق ربه أو في حق عباد الله مما بيناه قبله، مما وجب التذكير به ومما ألزمنا الله به سبحانه وتعالى من أمور العبادات والتلاوات والأذكار والتذكرات والتفكرات، أن نعيش قضية الغيب حية دائمة في حياتنا، ما من لحظة تغيب عنا يضيع منا الاتجاه وتضطرب بوصلة الإيمان لدى المؤمن. الله جل وعلا أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، من الفوائد العملية الرئيسية لهذه الصلوات أنها تربطنا بعالم الغيب برب الغيب والشهادة سبحانه وتعالى خمس مرات، حتى لا تقع غفلة، حتى يبقى المؤمن يتزود من لحظة إلى أخرى، من الفجر إلى صلاة العشاء إلى ما يسر الله له بعد ذلك من نوافل الخيرات والبركات. وحقيقة الإنسان يجد نفسه فعلا أنه في حاجة ماسة بل مضطر إلى هذه الصلة، والصلاة صلة، إلى هذه الصلة المتواصلة لئلا يغيب عنه ذهنا وتفكرا ووجدانا أنه عبد لرب عظيم يحيط بكل شيء، وأن هذا المحسوس، هذا العالم المادي اللي كتشوفه من حركة الناس والأشياء وتحولات الطبيعة بطقسها ومناخها وأحوالها من مصيف إلى مشتى
إلى خريف إلى ربيع إلى غير ذلك من أحوال الموت والحياة والولادات والوفيات، كل ذلك إنما هو أمر متعلق بالله جل وعلا، ربا مدبرا لشؤون هذا الكون، مسيرا لكل ما فيه. رب العالمين سبحانه لا يغيب ولا لحظة واحدة عن هذا الكون تدبيرا وتسيرا وتقديرا، فهو رب كل شيء، وهو من معاني كونه سبحانه وتعالى الحي القيوم. ولذلك فعلا لما الإنسان يغفل على هذه الحقيقة، شيء طبيعي أن يقع في حادثة، ماشي بمعنى فقط حادثة السير التي تحدثنا عنها الخطبة السابقة عافانا الله وإياكم، ولكن حادثة عامة يصطدم بقوانين الطبيعة، يصطدم بقوانين الاجتماع البشري، يصطدم بحقوق الله، وكل ذلك حوادث لا تخرج عن حقيقتها ما يسمى بحوادث السير، فهي جزء من كل حقيقة. إذا أردنا أن نعالج مشكلة حوادث السير حقيقة، هي جزئية داخل كلية، هذه الكلية هي انحراف الثقافة الإيمانية لدى المواطن، لأنه حينما تستقيم رؤيته الإيمانية ويستقيم وجدانه الديني وتستقيم أخلاقه التربوية، سينسجم مع سنن الله في الكون، حينما لا يصطدم بحقوق الله ولا يصطدم بالنواميس السنن التي سخرها الله في الطبيعة، في تجارته، في ماله، في إدارته، بالتالي بعد ذلك إن شاء الله لن يصطدم بحقوق الناس، لأنه بينا أن كثير من أمور حوادث السير ترجع أساسا إلى هدر حقوق الآخرين. إنسان كيعرف غير راسه ولا ينظر إلى حقوق الآخرين. وقلت سبب فقدان هذه البوصلة الكونية أن المؤمن أو الإنسان قبل ذلك جعل كائنا كونيا، إني جاعل في الأرض خليفة، كائن كوني لا يرتبط بنفسه وحسب، ولكن يرتبط بالإنسان، يرتبط بالطبيعة حوله، يرتبط بالفضاء الكوني كله، عبدا بل مفروض فيه أن يكون إمام العابدين بين يدي الله رب العالمين. هذه المسؤولية العظمى الكونية التي أنيطت بالإنسان، والإنسان مع الأسف قلما يرتقي إلى مستواها. رب العالمين سبحانه يدبر أمر مملكته، ما ينبغي أن يغيب عنا هذا، يعني ما ينبغي للمؤمن أنه يغرق في عالم المادة، يغرق في عالم الحس، ينسى بأنه راه هذا العالم المادي اللي كنعيشوا فيه إن هو إلا نقطة في بحرين، البحر عالم الغيب والنقطة عالم الشهادة، كون مليء بالماورائيات الغيبية. ولذلك جعل أول اعتقادنا الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وهذا المعنى العظيم في ديننا هو الذي يعطينا التوازن، توازن الإيماني، توازن النفسي، توازن الاجتماعي، وكل حادثة تقع إنما معناه أنها دلت على أن الإنسان مفردا كان أو أمة قد فقد التوازن، والله جل وعلا خلق الكون متوازنا وجعل كل شيء على قدر وبمقدار في الزمان والمكان. وجئت على قدر يا موسى، حركة الرسل والأنبياء، حركة الوحي من عهد آدم إلى عهد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليهم الصلوات والتسليم أجمعين، الأولين والمتأخرين إلى خاتمهم وخاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم الأنبياء والرسل جاءوا بمواعيد، ماشي صدفة وماشي غير يعني في مما تبين أنه جاء، لا، كل ذلك بقدر دقيق، زمانا ومكانا، الزمان مرتبط بالمكان في قدر الله،
أي رسول أي نبي بعث في منطقة راه بعث لحكمة في تلك المنطقة وفي زمن محدد محسوب مقدر لما وراءه من الحكم، لما وراءه من الحكم التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وهذا الأمر ديال الوحي والأنبياء والرسل ماشي فقط هو اللي محسوب عند رب العالمين، كلا أنا وأنت ما من ولادة تقع لأي شخص في الأرض لأي كائن حي من الناس ومن غير الناس من سائر الكائنات الحية ولو حشرة ولو جرثوم لا يرى بالعين إلا وهو كذلك بقدر وعلى قدر في الزمان والمكان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. البشرية كلها يحيط بها رب العالمين علما وقدرة تدبيرا وتسيرا من الأجل بدءا بالميلاد إلى الأجل انتهاء بالوفاة. إذن هذاك عالم الأنبياء والرسل، هذا عالم البشرية عامة على وزان ما عليه عالم الأنبياء والرسل، كما هم موقتون بمقادير كذلك أنا وأنت مسلما كنت أو غير مسلم أي إنسان موقت بمقادير في كل شيء من أمره، كلنا جئنا على قدر كما جاء موسى على قدر إلى ميعاد ربه بجبل طور سيناء. ولذلك راه العجلة اللي كيعيشها الإنسان فعلا من الشيطان كما ثبت بالحديث، لأن المتقدم على الصف كالمتخلف يعني راه اللي جاء قبل الوقت بحال اللي جاء مع الطلع الوقت، لأن الميزان هو خصك تجي في الوقت. وقال بعض المفسرين إن موسى عليه السلام حينما وعده ربه ما وعده من الأربعين جاء قبل الوقت، وما أعجلك عن قومك يا موسى جاء قبل الوقت. فلما جاء قبل الوقت قدر الله أن فاتنا قومه بالسامري، وقعت مشكلة حينما خلف قومه خلفه وجاء إلى ربه وقال وعجلت إليك ربي لترضى، حدثت مشكلة يعني حدثت حادثة، هذا نوع من أنواع حوادث السير بالمعنى الكوني بسبب أنه جاء قبل الوقت. قالوا ولو جاء في الوقت لما وقع من وقع لما رتب الله من الموازين في القضاء والقدر والمواعيد التي وعدها الله عباده. عندما يمشي يجي لبالك أنك إذا غلقت دكانك إلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو متجرك أو معملك ما شئت يعني راه غيفوتك شيء من الخير، بالعكس تماما ستقع في حادثة رأيتها أو لم تراها، مش بالضرورة حادثة سير، حادثة في حياتك العامة تخسر خسرانا وأقول ماديا، أما الخسران الغيبي واضح جدا لأنك خالفت موعد ربك من صلاته التي حدد لك فأدخلت وقتا على وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحينما تخالف ستقع في حوادث حتما، خسارة دنيوية أدركتها من لم تدركها، خسارة دنيوية وخسارة أخروية إن لم تتدارك رحمة الله وعفوه، سأل الله أن يدخلنا في عفوه. إذن خواص الناس أنبياؤهم رسلهم، عوام الناس البشرية جمعاء داخلة في موازين الزمان محسوب الوقت ديالهم، كل شيء من الأعمال سواء منكم من أسر القول أو جهر به
ومن هو مستخفٍ بالليل يخالف أمر ربه ينتهك حرمات الرحمن بليل حد ما سقلوا الخبار. رب العالمين ينظر إليك، تسجل عليك أعمالك الواحدة تلو الأخرى، لا يشذ شيء ولا يعزب شيء عن ربك. ومن هو سارب بالنهار، سير حيث شئت، هاجر بلادك إلى بلاد أخرى لإتيان المصائب والمنكرات والمحرمات. أنت متبوع يا عبد الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، ما لك من محيص ولا مهرب من رب العالمين. أتفر من ذنوبك إلى أي شيء؟ من يحميك من أهل الأرض جميعا ومن أهل السماء؟ إن لم تتدارك رحمة الله وعفو الله، لا من جاء من الله إلا إليه، ولا من جاء منه سبحانه إلا به. وكما هو شأن عالم الإنسان كذلك شأن عالم الطبيعة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي شيء، ورقة من شجرة، ورقة من نبتة، من بقلة صغيرة، جدر ديال النعناع أو أي بقول، من بقلة أو من نبتة أو من شجرة عظيمة صغيرة كبيرة كيف ما كانت، ورقة ورقة سقط منها سقطت على قدر، كما جاء موسى على قدر، لا فرق في ذلك عند الله. ميزان واحد يحكم الطبيعة جميعا، عالمها الإنساني وعالمها الروحاني وعالمها الطبيعي النباتي والحيواني وكل شيء. حينما يعيش المؤمن بهذه العقيدة يدرك أنه إن خالف يصطدم، غير دي المخالفة راك اصطدمت تماما، كأي نجم أو أي كوكب خرج عن فلكه. صور واحد النجم يخرج عن الفلك المدار دياله، سيصطدم به النجوم والكواكب. كذلك أنا وأنت حينما نقع في الخطيئة فقد خرجنا عن الفلك الذي حد لنا لندور فيه، وحدوده علاماته، هذه كل علامات ديال السير، البرايك ديال الطريق، هي حدود الحلال والحرام، هي الأحكام، أحكام التكليف، هذاك الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة راه معنتو كيبين لك ربيها منين تدوز، ها المدار ديالك. هذه واجباتك من الصلوات وسائر أركان الإسلام وملحقات ذلك من الواجبات الأخرى والمندوبات، وهذه الممنوعات، أي الممنوعات خارج المدار، خارج المدار. خروجك عن المدار كخروج القطار كخروج القطار عن سكته، يعني الخراب والخسارة والعياذ بالله، كخروج أي نجم أو أي كوكب عن فلكه، يعني كارثة كونية. وقد علم أن بعثرة النجوم يعني نهاية العالم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وللكتب في القراءة الأخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. لهذا إذن بهذه العقيدة يستطيع الإنسان أن يعيش مطمئنا ساكنا، وأيضا يقرأ بها العالم حوله ويأخذ العبرة من كل حادثة ومن كل نازلة تقع في الأرض للناس أو لغير الناس. جاء في سياق الآيات المذكورات قبل من سورة الرعد، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق على من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مقطع رهيب
يبين فعلا أن ظواهر الكون كلها لغة، لغة، لغة بمعنى أنها علامات يخاطب بها الله عباده من المسلمين ومن غير المسلمين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقد بينا غير ما مرة أن لاهوت الطبيعة المعاصر، يعني كثير من العلوم المعاصرة مع الأسف صيغت صياغة اللاهوتية، يعني كما يقولون اليوم في الثقافة المعاصرة، معنى ذلك أنه جعلوا من كثير من العلوم دين، ما الإله فيها؟ الطبيعة، ويجعلون الفاعل في الطبيعة الطبيعة. رب العالمين يقول وينشئ، ينسب الفعل إلى نفسه سبحانه بما هو الحي القيوم، وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال ما كيتكون شيء بالصدفة وبالإرادة دياله، كلا، بل بسنن الله التي أودعها بفعله سبحانه وبخلقه سبحانه وبصنعه سبحانه. لا يغيب عن أي حركة في كونه. الكون ما عندوش حركة ميكانيكية، يعني الكون حاجة كتدور حاجة بمعزلين عن رب الكون، أبدا، بل الله جل وعلا يحرك كل متحرك ويسكن كل ساكن. فإذا استبشرنا بالمطر فبرحمة الله، وإذا كانت الأخرى نعوذ بالله من مطر العذاب فبغضب الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ترغيبا وترهيبا، وينشئ السحاب الثقال. وهذا الرعد وهذا البرق وهذه الفيضانات وهذه الزلازل وهذه البحار، الساكن والمتحرك، تسبح مولاها جنوب، تستجيب لمولاها، تعتمر بأمر الخالق، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وربط سبحانه بين ظواهر طبيعية، الرعد، البرق، البراكين، ما شئت، كل ذلك معنى واحد، وظواهر روحانية، الملائكة، مما يشير أن عالم الطبيعة غير منفك عن عالم الشهادة. ما كاينش قطيعة بين العالم ديال الطبيعة، الأمواج، البحار، الزلازل، البراكين، الرعد، البرق، المطر، كل ذلك مرتبط بعالم الروح. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، روحانيون، غيب من خيفته. وبذلك فهو الفاعل فوق كل ذلك، فوق الملائكة التي هي عباد الرحمن سبحانه، تشتغل في الكون عبادة لله، فوقها رب العالمين هو المدبر، هو المسير. ولذلك هو الذي يرسل ويرسل الصواعق. ما هي شيء الملائكة ترسل، ولا هي الرعود تأتي صدفة وبطريقة عشوائية وتنزل صواعقها، ويرسل الصواعق على من يشاء هو بالمشيئة دياله سبحانه بمقدر من المقادير التي ذكرناها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، ومع ذلك الإنسان أصم أبكم كأنما لا يرى ولا يبصر. يجعل هذه التي الحوادث التي تقع للبشرية والإنسانية معزولة عن عالم الغيب، ودائما يرجع لاهوت الأرض، أي الوثنية الوضعية الجديدة اللي هي العلم المادي الميت. هذه العلوم قوانين، قوانين سخرها الله من فوقها رب السماوات والأرض، حينما يجريها على مجراها يجريها، وحينما يريد أن يخرقها يخرقها، كما خرق إحراق النار لإبراهيم فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرق البحر بعصا موسى وأخرج الماء ينابيع سقى بها أزياد من 12,000 من جنود المسلمين ماء نابعا من بين أصابع رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. رب السنن، رب القوانين الطبيعية، هو الذي جعلها على مجراها
هو الذي يخرقها إذا أراد بمشيئته. فلذلك هذه مشيئة لها، ما ينبغي أن نستبدل قوانين الطبيعة أربابا من دون الله جل وعلا. ولذلك ما يحدث في الأرض من كوارث طبيعية وجب على المؤمن البصير أن يقرأها في كتاب الله أنها خطاب من رب العالمين، لا تكون إلا خطابا. ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة تحمل شجرة في الحديقة ديالك أو في الشارع تسقط بنص القرآن بإرادة الله مستجيبا لحكمة ربانية اسمها الأجل. وزلزال يضرب آلاف الناس إلى ما يقارب الملايين، يعني صدفة عشوائية، حاشا الله جل وعلا أن يكون كونه كذلك، بل كونه منظم مدقق مرتب لا يغيب عن تدبيره ولو طرفة عين. هكذا يعرض لنا القرآن عقيدة الإسلام، وكذلك بيّنه لنا رسول الله، وكذلك بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية لأصحابه وللأمة بعدهم إلى يوم القيامة. المؤمن حينما يرى أو يسمع مثل هذه الكوارث التي تحدث للإنسانية يفزع إلى مولاه. ولذلك دربنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن نصلي في الخسوف صلاة خسوف أو كسوف. وكان عليه الصلاة والسلام كلما رأى ريحا تغير وجهه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما يشوف شي ريح جاية في الجزيرة العربية في عهده، حمل الغبار والسويداد والجو مكفهر، كان يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يتذكر الرياح أو الريح التي سلطها جل وعلا على الأمم البائدة، ويخشى أن يكون شيء من ذلك قد لاحق قومه، لأنه لا يأمن مكر الله إلا الإنسان الجاهل بالله. فما باله حينما يموت الناس حواليك بالآلاف، مما سمعنا ونسمع ومما لم نسمع. رب الكون يلحظ ما يلحظ في الاجتماع البشري، فيتدخل سبحانه وتعالى بإرادته على قدر لتهذيب وتشذيب البشرية وإعلان النذور. كيصفت لنا النذور نذير من وراء نذير على أن هذا الكون يتهيأ لشيء. رأى الكرة الأرضية اليوم تدور، أقول هذا ضربا من تعبير المجازي وسأبين بحوله، تدور على غير دوراتها، راه الدور حول نفسها وحول الشمس ولكن بواحد طريقة أخرى. العالم اليوم في منعطف حضاري جديد، يصلاح عمرا ويستأنف عمرا جديدا، والذي يلحظ هذا يدرك من حقائق التدافع بين الحق والباطل في العالم، بين قيم الخير والجمال وقيم المحال والشر والفساد، بين التوازن واللا توازن والاضطراب، يلحظ فعلا أن لله شأنا ما وحكمة ما فيما يحدث كل يوم للبشرية. المؤمن الحصيف أولى به وأحرى أن يرجع خاصة في هذه الظروف إلى كتاب الله وسنة رسول الله، يعتصم بالقرآن الكريم تلاوة يومية وذكرا لله لا ينقطع، عسى أن يبصره الله بالصراط المستقيم وأن يبصره بالخطوات التي لزمه أن يتبعها ليفوز بالنجاة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا يا مولانا لك من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل، ونعوذ بك أن نضل، ونعوذ بك أن نضل، ونعوذ بك أن نزل، ونعوذ بك أن نزل، ونعوذ بك أن نزل. احفظنا اللهم من كل زلة، احفظنا اللهم من كل ضلال، اعصمنا يا ربنا بكتابك وسنة رسولك، اجعلنا اللهم من أهل نورك. اللهم إنك أنت النور، لا نور إلا نورك، أنت نور السماوات والأرض، فأنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو.
اللهم اجعل من بين أيدينا نورا، واجعل من خلفنا نورا، واجعل عن أيماننا وشمائلنا نورا، واجعل من فوقنا ومن تحتنا نورا، أنير قلوبنا بالقرآن الكريم، اجعله اللهم نورا لأبصارنا وبصائرنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استغيثت به استأغثت، وإذا استغثت به استغثت. سبحانك سبحانك، نعوذ بجلالك وجمال وجهك وسلطانك، نعوذ بكل اسم هو لك، نعوذ بكل أسمائك الحسنى، وحدك لا شريك لك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا ربنا أن تحفظنا من كل فتنة ظاهرة أو باطنة، مقبلة أو مدبرة. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا عزائم الصلوات أوقاتها وجماعاتها، اللهم ارزقنا عزائم الصلوات أوقاتها وجماعاتها، اللهم ارزقنا عزائم الصلوات أوقاتها وجماعاتها. اللهم إنا نعوذ بك من المنكرات، اللهم إنا نعوذ بك من المنكرات. اللهم أصلح قلوبنا وثبتنا على محبتك رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، إليك وحدك نشكو. سبحانك لا ملجأ لنا منك إلا إليك، ولا منجأ لنا منك إلا بك، فأنجينا اللهم ونجينا من كل مصيبة ظاهرة أو باطنة، مقبلة أو مجبرة. أدخلنا تحت عفوك وسترك وسر جمالك. اللهم إنك عفو فاحفظنا بالعفو والعافية. يا جميل الستر أدخلنا في سترك، يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، يا جميل العفو أدخلنا في عفوك. نعوذ بالله، نعوذ بك من نقمتك، نعوذ بك من سخطك، نعوذ بك من غضبك. اللهم الرحمة الرحمة، العفو العفو، العافية العافية، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فأقلنا من بلائك وعذابك، اللهم إنا ضعفاء فأقلنا من بلائك وفتنتك، اللهم إنا ضعفاء فارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا. اللهم واستر خطيئتنا في الدنيا واسترها علينا في الآخرة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عافينا اللهم في ديننا واحفظنا فيه، اللهم وعافنا في أبداننا واحفظنا فيها، اللهم وعافنا في أبنائنا وأهلينا واحفظنا فيهم، اللهم وعافنا في أموالنا واحفظنا فيها. اللهم اقض الدين على المدينين، واشف المرضى والمستضعفين. اللهم استر عوراتنا، أمن روعاتنا. اللهم استر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، استر عوراتهم اللهم، أمن روعاتهم اللهم. اللهم استر العورات وأمن الروعات، واحفظ عبادك المؤمنين، وأنج عبادك الصالحين، وألحق المسيئين بالتائبين، اغفر لنا أجمعين. اللهم هب مسيئنا لصالحنا ومصلحنا، اللهم اغفر لنا، اجعلنا من الشاكرين لأنعمك الكثيرة لا نحصيها عليك سبحانك، لا يحصي أحد نعمتك. بؤنا بنعمتك علينا، بؤنا بذنوبنا في حقك سبحانك، فتب علينا. اغفر اللهم زلاتنا، ارحم اللهم عثراتنا، اجعلنا من الشاكرين، تقبل منا إنك خير المعبودين، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم من كل خير سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب استر ضعفنا واغفر ذنبنا واجعلنا من الشاكرين. اللهم يا ربنا تولنا في أوليائك، لا تطردنا من رحمتك، افتح لنا أبواب الغفران فاجعلنا من المغفور لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم يا ربنا وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين في هذا البلد الأمين، يشع نورا وخيرات على سائر بلاد المسلمين. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم وشفعه فينا يوم القيامة بإذنك، لا شفاعة إلا بإذنك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.